ثورة العشرين تلاحمت فيها كل فئات الشعب العراقي وتجسدت مبادئ الوطنية الحقة الرافضة للاحتلال البريطاني وغدت نبراسا وفخرا للعراقيين حتى اليوم. مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام نظم في مقره بإسطنبول ندوة بمناسبة الذكرى 102 لثورة العشرين تحت شعار القوة الاجتماعية وأثرها في ثورة العشرين. شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين والمؤرخين العراقيين. تناولت الندوة ثلاث أوراق بحثت دور المثقفين والعشائر ورجال الدين في ثورة العشرين. المؤرخ العراقي عدنان سامي الزرري تحدث في ورقته عن المثقفين وأصنافهم الذين وحدت أفكارهم الرغبة بالاستقلال ودورهم الكبير في شحن همم الشعب. وتصدت دراسات علمية كثيرة لجوانب متعددة من الثورة، في حين أن جوانب أخرى للثورة ما تزال بحاجة إلى مزيد من التقصي والبحث، وبحكم ذلك تغدو ورقتنا المتواضعة عن دور المثقفين في الثورة إسهاما لما للمثقفين من دور مهم في الإعداد للثورة وفي تحريك الحس الوطني وتعبئة الجماهير وتحشيدها. رغم هذه الفئات كانت حقيقة الفئات المثقفة كانت اتجاهاتها مختلفة، تعرفون اتجاهات السياسية، لكن كانت تجمعهم رغبة واحدة هي التحرر والاستقلال. الورقة الثانية تحدث فيها العقيد الركن حاتم الفلاحي عن الدور الكبير للعشائر في ثورة العشرين، حيث كان جوهريا ساهم في إنجازات مفصلية. هؤلاء القادة أخذوا يجمعون الكثير من القطع العسكرية بالنسبة للأسلحة والأعتداء، وأخذوا يفاتحون الكثير من العشائر في المنطقة للقيام بعمل عسكري، وتم الاتفاق على أن يكون بداية العمل العسكري في شهر حزيران باتجاه مدينة تل عفر، ثم بعد ذلك إلى مدينة الموصل. قبيلة زوبع لعبت دورا كبيرا في مسألة أنها كانت حلقة الوصل ما بين العشائر الغربية والعشائر الجنوبية والعشائر الشمالية أيضا. كان هناك رجل يدعى جدوع بن زيد، كان هذا الرجل هو الذي يقوم بإيصال الرسائل من المناطق الجنوبية من قبل شيوخ العشائر ورجال الدين إلى قبيلة الشيخ ضاري المحمود رحمهم الله جميعا، وكانت العشيرة هذه تتبنى مسألة إيصال الرسائل إلى بقية العشائر العراقية. بدوره تحدث الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في الورقة الثالثة عن مشاركة علماء الدين ودورهم الكبير في الثورة الذي لم يأخذ حقه في الدراسات والأبحاث. العلماء كانت لهم مشاركة كبيرة في كل أنحاء العراق بمختلف توجهاتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، وأن هذه المشاركة فاعلة، ولكنها إلى الآن في القرن الحادي والعشرين بعد حوالي يعني 102 في الذكرى 102 ثورة العشرين إلى الآن لم يحظوا بدراسة حقيقية لأثرهم. الدراسات اقتصرت على أثر علماء الدين في النجف وكربلاء في الدعوة إلى الثورة والتهيئة ودعمها، وأثر كبير ومهم وعامل أساسي من عوامل الثورة في الفرات الأوسط وفي ثورة العشرين، ولكن من الواجب علينا أن ننتبه إلى آثار العلماء الآخرين. وفي ختام الندوة طرحت أسئلة ومداخلات من قبل الحاضرين ركزت على ضرورة البحث في تفاصيل الثورة بشكل دقيق لما شكلته من منعطف في تاريخ العراقيين.